لبيك ابو اسامه الله يبقيك ابو اسامه. هذا محل الجميع. احنا نخاف يا شيخ. تقه والله سلام كثر خير فريق الدعم تستاهل. سوى هالجلسه هذه للجميع تستاهل. هذا مو مركز فيصل الحاله، مركز كل رجال موجود هنا. بيض الله وجهك ابو محمد كلنا. بيض الله وجهك ابو اسامه. لكن ما هو توصيه ولا ذا المحل، يعني الناس تعبوا فيه، فنتمنى نحافظ عليه كلنا احنا، لا من اثاثه ولا من معاميله ولا من ذا، عشان يجملنا كلنا. انت جملنا يا محمد. الله يبيض وجهك. بيض الله وجهك. استاهل الطيب يا شيخ. خليك اخوك عقبه. استاهل الطيب يا شيخ. الله يكرمك الجنه يا ابو محمد. استاهل الطيب يا شيخ. استاهل الطيب يا شيخ. الله يبارك لك في الجنه. استاهل الطيب يا شيخ. استاهل الطيب يا شيخ. استاهل الطيب يا شيخ. علم الجنه. تعال يا ولد. مرحبا بكم. شيخ شيخ. مرحبا بكم في محل رسمية اليوم. اللهم امين. دعمك على الشيء اللي سووه ذي والتكاليف اللي سووها عندنا تسوى الدنيا وما فيها. وانا اشهد انك تستاهل. تستاهلون. وانت خلنا عود كبير. الله يطول عمرك ونحبك ونعزك. الله يطول عمرك اخونا العود الكبير. الله يطول عمرك. اخوكم الصغير. يعلم الله، يعلم الله اني سعيد بها ان كان انا سعيد. الله يحفظك. الله يحييكم. محلكم جميع. ولا يزيد ولا يزيد. الله يهينك يا شيخ. والله انه شرف كبير يا شيخ انك تعطينا التحليل. كن الله يوفقك. اللهم امين. ويكتب اجر فريق الدعم. وبيض الله وجيههم على ما يقدمون. جزاهم الله خير. والله ان دلها دل على كرمكم وعلى كرم حمران نواف. الله يقول هو الجميع. اللي يحطون لكم شنات جديده. انا اخوكم الصغير اللي خدمكم. هذا محلكم جميع. والله راعي الاول اداي. ورانا ما قصروا. والله يحييكم. مطلق يا ابو اسامه. استحي ترك تستحي. يا مرحبا يا ابو دعلو. الله يا مرحبا يا عبد الله بن دعلو. استحي الله ابو اسامه. مرحبا. الله يبيض وجهك. وجه الله العظيم يستاهلك ويعز غانم وانت راعي. ما عليكم يا جميع. والله اني اقولها انا صح. الجو بارد كلكم البليد. الجو بارد. تلميذكم البليد كلكم. اي والله. كنتوا اصحاب من زمان. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك وادي ترى انت عارفكم. يا شيخ انت شرعت في التمر انت. شيخ الجوع هلا انا. الشيخ لحق الجوع اكل تمركم كله. يا هلا جوع. تقوى الشيخ تقوى تقوى. اشرب اشرب. ها وينه؟ موجود. تقوى يا شيخ. انا على الثاني على زهره. ان شاء الله. معليش معليش. والله خشم. تقوى اخر فنجان ترى انا. عزيزي. اخر فنجان. قلنا لكم اخر فنجان. ايوه قلنا لكم. على وجه على وجه. بنسونكم قدم شوي. الربع يا الربع عني افديكم يا الربع. نبي هدوء نبي هدوء. الشيخ يقول نبي هدوء. نبي نسمع من الشعار يا فيصل بن محمد. نبي هدوء. خالد الشمران احنا نوصل. ارجع ارجع يا شيخ. ارجع شوي. لا احنا نعرف ما حولنا تغطي. احنا نعرف منظر العام. لا ما على المنظر. ابو خماش الربع الربع اللي عندهم شاركه. محمد بن مرعي مرعي عندهم شاركه. لا لا ما يحتاج. لا لا والله والله ما يقول. والله ما تقول. والله ما تقول. اني حالف. لا والله ما تقول. ارتح ارتح ارتح. خلنا ندور لك قصيده. ارتح. مسجد هناك حاضر. في جيوبك ولا ايش؟ كان مين موجود هونت. ابشروا. لا في هذا. لا هذا اوراق طلبات. هذه اوراق. فيصل يا اخوي بس هذه نفسها ما يحتاج. اسلم فيصل. فيصل ايه. لا سلام يا ابو مرعي. يقول سلام يا شيخ له العليا مكان مكان على رزود. فيصل شمك على راس المعالي واشتهر. اشتهر عبد الله الدعلوج والسحر البيان في قاف هلي مثل منظومة درر. سلام على رزود. مع رزود ابو مرعي من يسمع. يوم احتمل مجوب في الميقاف بان. والله ونعم الخوه ونعم الذكر. نعم وحنا اخوياه ونفتخر به من زمان. من قبل
لا ياخذ الشيخه من شهر. الله كفو والله يا شيخ. ابي مرسوم منك والبيان، ابي اجازه يوم كان عندي شهر. الله الله كفو 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 يا شيخ. يا شيخ لا تنسى بمر منك طال عمرك اطلع مع الباب الحين. لا تنسى الاجازه. انت تم 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 بالخير باذن الله. تم 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 باذن الله ان نسعى فيها لين نجيبها باذن الله. حفظها ونعطيها. لا هذه اوراق الطلبات. شيخ عبد الله سمي ابو اسامه في اللي بيعمله حق علي ويحتاج من كلمه وما نستغني بعد على خشم. احنا والله لولا مدح حقت مغسى من ذا الحين اللي تطلع عين الشمس. الله يرحمك. ان ما نوفي ما نوفي ورفاتهم معك فريق دعمك طبعا. نعم والله يبيض وجيههم. احنا نلاحظ الشيء ذا. وانت والله يا فيصل انك تستاهل كل علم الغالب. ما عليك زور والله العظيم. ان عرفناك من قرب وخويناك وعلومك كلها زينه. الله يرفع قدرك. وحنا كل ابونا. انا اولهم اعتبرني انا من فريق الدعم لك. الله يرفع قدرك. والله العظيم اني اقولها انا صدق. تستاهل ابو والله. تستاهلكم البليد جميعي والله. والله يوفقك. والله من الرياجيل اللي اعتز فيه واني افخر فيه. الله يرفع قدرك. والله يبيض وجه فريق الدعم. ما عليكم زوج جميل. وما هي بغريبتن عليهم. ولانك انت تستاهل. تستاهل الطيب. وتقدم الشيء اللي يجملهم بعدهم. الله يرفع قدرك وان شاء الله. باذن الله انت مبدع وان شاء الله ان القادم اجمل. الله يرفع قدرك. انا اشهد اني استاهل. الله يرضى ومساعد لبيك. كلمه لفريق الدعم. فريق الدعم قول الله يوفقهم ويسعدهم سعاده ابديه سرمديه. اللهم وبيض الله وجيههم على ما يقدمون. اللهم وانت تستاهل يا فيصل. تستاهل والله يستاهل. تستاهل الطيب. علومك كلها زينه وطيبه. ما عليكم زود. والمكان هذا دل على كرم الضيافه. وانت اهل الضيافه من اول وتالي. ما عليكم زوج جميل. يكفينا طال عمرك القصيده المشهوره اللي نحفظها من الاجداد الى الاحفاد حقت مدوخ بن ضمه. الله اكبر. القصيده المشهوره ومنها من ربعكم كذا. نعم نعم مهلت من الرب. يقول في القهوه والضيافه يقول البن كيفه عنده من يشترونه. والمشكل اللي جابها من بلدها. يا مسوي الفنجان لا تحرقونه واحذروا من الشعله تعدى صمدها. سلام. حتى يجيك محمر تسلونه مجد جراده ظاهرها من جسدها. سلام. عده على اللي لابته يتبعونه. شرواكم عده على اللي لابته يتبعونه مع دربه الخلفه تفاخت ولدها. وعده على اللي لابته يدهلونه في رقعه من راح منها حمدها وكفه عن اللي عند فرجه بشونه. يمشي ويصبح ضابط لك عددها. يمشي ويصبح ضابط لك عددها على ربوعه طائرات عيونه. ومباعشات اجت حجت بعدها. الله الله وقصت اطول من ذلك. وسلامات. لا هنت يا ابو هذه من القصائد المشهوره اللي نحفظها. لا هنت يا ابو لسانك ابو والله. شوف يا ابو اسامه حبيب كلكم اخوان لكن ابو اسامه يمكن الشخص اللي يشد على خماش واجد ولخطيت فصل علي. ففريق دعمك وانت ما عندكم الا اخوان لي. اي والله. فالله يبيض وجيههم ويطول اعمارهم. وانا اشهد ان مطير سنه الناحيه. الله يرفع قدرك. أيوة ما عليكم. أيوة زوج جميل. ما عليكم زوج جميل. تستاهلون الطيب. يطول عمرك ابو فيس. انا اقول يا ابو اسامه بيض الله وجيههم وجهك. والله يجمل حالهم وانت تستاهل وعلومك طيبه. ما عليكم معنا. زوج الله يرفع والله قدرك. العظيم ان هذا مدهار وعلومك طيبه وهذه الجلسه والله نحتاجها. تستاهل من بدايه البرنامج ورب الكعبه. تستاهل. الله يجمل حالهم ويبيض وجيههم ولا يهينك انت بعد. مرحبا. اللي توا تامر امر انت ما بدر اللي انت تامر امر ايش ودك ابو علي بدره ما رجع يعني عندك دقيقه هي طفها اول شيء طفوها اول عشان الاسطوانه خلا عندك عشان الاسطوانه دقيقه تك كيف البليه هنا يا ولد طيب انت الغاز جلسه اصبر دقيقه الاسطوانه يا ولد الاسطوانه عادي استوجبها جيب الاسطوانه جيبها تعدل كذا يا فيصل. الله يحفظني. كم انت تسجل علي يا فيصل؟ جيب هذه اسحبوها طول حطها على الارض. دف يا فيصل خلي اسطوانه هنا. فر انت خل هذه جهه الاسطوانه خلي جهه الاسطوانه. انت خل هذه هناك بنجيب الاسطوانه كذا. قرب ما الاسطوانه كذا. ما ودي تقلب بس كذا. بعدين بعدين بحطها تحت خل امرك. ايه. ما عذر ابو علي. عذر طال عمرك. سب. أنا قبل ما أوجه رسالة
لا فريق الدعم اوجه رساله لك طال عمرك. الله يرفع قدر. انت والله العظيم انك ونعم. ما عليك زوج. وامثل ان اسرتك واخوانك. ما عليك. والقبيله اللي انت منها خير تمهيد. تلميذ. ففريق الدعم اذا تعب فانه في محله، تعب في محله. الله يرفع. وانت تستاهل. تستاهل. وخير من الناس تتعب له ويفعل. ما عليك. في ناس تتعب ولكن في ناس ما تفعل، والله انك جامعها كلها. الله يرفع قدرك. هذا من طيب راسك. تلميذكم البليد الله يرفع قدرك. ابو مطلق. طول عمرك يرفع قدرك. اول شيء على المستوى الشخصي ابو اسامه تعرف غلطك. الله يرفع قدرك. اي والله. انت من 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 مكاسب عبد العزيز مطلق في البرنامج. اي والله. الله يرفع قدرك. لا هان اخوان الغالين الموجودين. اي والله اني كاسبكم اخوان، لكن ابو محمد صفاء قلب وصفاء نيه. اي والله. بالنسبة لجروب دعمك بيض الله وجيهم اللي جابونا الجلسة، حنا نحتاج نغير في اللوكيشنات وجابونا الجلسة الحلوة هذه اللي حنا جالسين ذحين مغيرت النفسيات يعني. أنتم تزهون. الله يطول عمرك. فبيض الله وجيهم مدير جروب دعمك قبل شوي صلي سلام أخوي شباب بن عبد الله البقمي. إيه. الله يسلمه من الشر والله لا يهينكم جميعا. الله يوفقك أبو مرعي. والله ما جيه. والله ما جيه. والله ما جيه. بقعد. والله ما جيه. والله ما جيه. والله ما جيه. خلاص على حلوة قضية. والله ما جيه. والله إن شاء الله. مساعد. بظفرك والله حلفت الله. الله عزيز. الله عزيز. الله عزيز. حلفت الله. خيط خيط. انا قمت حلفت الله. محلي محلي محلك. محلي انا واقف محلي. عدو ما سمى ابو مرعي. سمى الله عدوك. انا عندي رساله المره هذه. تعال. لا ما جاي ما جاي محلي. والله ما جاي. تعال تعال ننزل. سلام. سمى ابو مرعي. والله انكم انقطعت حبل افكاري لكن ارجعها من جديد. ما عليك. عندي رسالتين. الرسالة الأولى فأنت يا أبو محمد وافي. ما عليكم زود. جعل ربي يخلي لك أسامة أخته. اللهم آمين. ويشهد الله أنك الحين كل يوم أن قلاك يزود. الله يرفعك. فريق دعمك والله أنا أعتبره فريق دعمي. والله يحتاج. هذا دعمنا كلنا. أي والله. ما يحتاج. والله. والكلام يطول والتعبير يخول. الرسالة الثانية لشيخنا. الله يبيض وجه اللي تجمل معه. والله انا متجمل معنا كلنا بالله وجعل يسلم عبد الله وانتم كلكم كفو وتجملوا. كفو الله يبيض وجهك. وانا افتخر فيكم اني في النسخه اللي انتم فيها. الله يرفع قدرك. سلام على كل حال. الله يبيض وجهك وانت يا ابو محمد على المستوى الشخصي مكسب من مكاسب الحياه. الله يرفع قدرك. ما عليك. وانت من البدايه حصان فارق في مركاضه. ما عليك. اي والله تلميذ الجميع وعلومك غانمه وما نعدك الا اخ لنا. هذا بالنسبه والغلا وترى الغلا اللي في الصدور اكبر من اللي شفته في الصدور. ما يحتاج اللي نكتبه ولا نعلمك فيه غني. ترى والله مو شيء من اللي في صدورنا. اللي في صدورنا كبير. جعلك حي وغني. واما طول الله عمرك بالنسبه لفريق دعمك فانا احيي فرق الدعم سواء فريق دعمك الان ولا فريق عبد الله الجعيداني العصر الشغل اللي سووه العصر وجميع فرق دعم اخواننا الغالين لأنهم بهالأشياء اللي هم يسوونها تراهم ينجحوننا كلنا وينجموننا كلنا. ما هو بس دعم لفيصل المطيري حنا يد واحدة اللي صار مع فيصل المطيري تراه دعم لنا. نعم. بكرة فريق خالد الشمراني إذا سوى شيء لخالد الشمراني تراه سوى شيء لنا كلنا. عبد الله الجعيداني اللي سواها اليوم أدخل السرور علينا كلنا. فنشكرهم شكر الكبير العظيم الوفير اللي ما له حد ولا له مدى. الله يرفع قدرك. الله يمسيك بالخير. وسمة تميس. مرحبا. اول شيء الله يجعلها مركز المبارك. اللهم امين. بيض الله وجهك ووجه اللي وراك اللي تجمل علينا وعلى اخواننا كلنا في المحل زي. ما في المحل زي ازره اني سطرت فيه من طلعت مع الباب. الله يرفع قدرك. استهليت. فبيض الله وجهك ووجههم والد عمك طال عمرك الا داري ان شاء الله انك فت للمكان اللي هم فيه. الله يرفع قدرك. اما من ناحيه على ما قال اخي انس ترى فريق دعمك الى دعمك ونجحت نجح مو بلك لحالك، اذا نجحت انت نجحنا احنا معك. من طيب راس. انت نجمت انه في السماء طال عمرك ومبين بعمرك على كل حال. طيب راسك يا ابو. الله يوفقك على كل حال وييسر امرك طال عمرك ولا يهينك على كل حال. الله يجزاك خير. ابو سعد. الله يبيض وجهك ويبيض وجه انس على كلامه الطيب. وانا اقول هذه ما هي بغريبه على حمر النواب. ما عليك زوج. انتم مراكزين المراجع على راس قمه. ما عليك زوج. من عذبه العصبيه مو باليوم وبس. وهذا دلكم وسلمكم انا عارفه من زمان مو من اليوم. المحل ذا طيب وانت طيب واللي يجلس فيه طيب، محل يجمل وزدته ورفعت المكان بعلومك الطيبه اللي قبل هذه وهذه. وحنا ربعك
وفي مكانك ومستأنسين مستأنسين بحجاجك المنطلق وكلمتك الطيبة، والله يزيدك من خير. اللهم امين وياك سامي ابو خالد. يا مرحبا يا ابو سامع. انا قلت لك من اول ما شفتك هنا قلت الله يبيض وجهك على الجلسة الفنانة اللي بس يوم شفتها كذا انشرح خاطر. وجهك الله يبارك. جلسة لا جلسنا فيها نستانس ينشر خاطر الله يبيض وجهك، يبيض وجه فريق الدعم، الفنان اللي جاب ذا الفكره الحلوه. الله يرفع قدرك وانت تستاهل، انت تستاهل يا ابو سالم. يا مرحبا ابو سالم، كلمه فريق الدعم. يا ولد ما شاء الله الله يعطيهم العافيه. الله يعافيك. لو انك مخطط ما جاب هال الله يرفع قدرك. اي والله بيض الله وجهك. هذا محلكم جميع. الله يعطيهم الصحه والعافيه. سلم. انا ما قد عبرت من بخاطري. اللهم صل. انت في جمر في جمر في جمر. انت تعرف غلطتك عندي انا ما يحتاج ما يحتاج الجميع. والله يبيض وجه فريق الدعم ويبيض وجهك على الموقف الطيب. موقف طيب اخوك تشترى. الله يرفع قدرك. والله اني اتكلم من جد، لو ما انت بطيب راس ما جرب ذلك كلهم ولا جت الامور دي كل ابوك. عليكم زوج جميع. وثانيا بيض الله وجه بن دعلوج اللي اعطانا قلبه الابيض الله يطول الصافي اللي حبيناه من طيب راسه ومن طيب قلبه. يا مال السلامه. اي والشاهد ربي من علي سمعك انك غالي. زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد، حكايات لا تنتهي.